هذا الخبيث السرطان جا في البزوله وكنجيبها كان باقي عندها في البزوله ديك الساعه باقي ما خرجش ليها لتحت وما بغاوش يشدوها ليا كيقول لي سيري ديري التحليل سيري ديري التلفازه سيري ديري هذا الراديو سيري ديري السكانير السكانير دير 80000 داروا ليا على الناس دوك التحاليل الصغار كلشي درتو جمعت الوراق جبت على اساس باش غيشدوها ليا ما شدوهاش ليا كيقول لها سيري للدار تنجي نديك واش هما غيجيو يديوها من الدار فيما كنمشي كيردوني فيما كيعرفوا ما عندي ما عنديش باش نخلص ما عنديش الراميد كيجيو كيردوني اختي قالت بقى عدود اخويا اش غنقول لك حتى نسجا ما تاكلش النعمه راه بقى عدود يخرج المؤخره ديالها كلها بحال حاسك بمنشار كون هذيك الساعه ملي شتا المره الاولى وشدوها باقي خارج لا عين في البزوله دابا راه غادي داك الشيء وكينتشر حنوا في هاد السيده على قبل هذاك الوليد اللي باقي صغير غايب ايه بقى يتيم الله يرحم لكم الوالدين انا راه باقا بصحيحتي ما باغا والو حلوا لي عاف اختي داوى لذاك الوليد المركز ديالها الله يرحم لكم الوالدين راه كنطلب من الله وزير الصحه يدير لنا شي حل داوى عير اختي انا ما باغا والو الحمد لله باقا عندي صحيحتي باش نجيب رزقي بغيت عير اختي داوي لذاك الوليد ما يبقاش يتيم والو خويا ما كاينش اللي عقل عليك والو خويا والسيده راه ايرجو خاصها ديك الساعه ملي شتا المره الاولى يشدوها وانا كنديها للدار كنمسح اللحم ديالها بحكم الزيوفه راه حشومه راه حشومه وانا واش انا ما لقيتش اختي الجيد راه ما نلوحاش انا راه كاريه عير بيت صغير مع الجيران والريحة عاطية وداك البيت ما فيهش حتى الشرجم وانا كنفيق مع 6 الصباح كنخرج كنمشي نترزق الله باش نخلص كرا ونخلص الموضة وباش نوكلهم ما لقيتش لختي الجد انا جيت للسبيطار باش يديروا لي شي حل ما بغاوش يديروا لي حل ما بغاوش يدخلوها لي بعدا فيما كنجيبها كديها حتى جات ماما حسنة الله يرحم ليها الوالدين اتصلت بها وجات هي اللي دخلات ليا للسبيطار ومني دخلات ليا دابا 3 ايام وباقي اخويا ما كاين والو باقي ما بداوش معاه العلاج الله يرحم ليهم الوالدين يشوفوا من حاله المرضى ديال السرطان راه ماشي بهذا بنادم ضار المعده ولا مهرس ولا غادي يمشي يقدر راسو راه هذا الشيء راه كيبغي الفلوس وانا ما عنديش عباد الله واش تجي الخوان نمشي ننزل الحشيش نبيعو نمشي للحبس اش ندير انايا ما فيش هديش داكشي اللي كنصورو يوميا كنصرفو كناكلو انا بغيت اختي الدواء انا ما طالبه من شي واحد شي حاجه باقا عندي صحيحتي بغيت غير اختي الدواء يوقفوا لي غير مع اختي الدواء ويدخلوا لي للسبيطار راه وليده كيتسلى فيها الله يرحم لكم الوالدين